طيب بالإشارة للوضع الوبائي اللي حضرتك ذكرته يا دكتور، وأيضا في ضوء اجتماع حضرتك مع سيادة الرئيس أمس، هل وارد حدوث إغلاق حتى ولو جزئي يعني على مستوى الجمهورية للحد من انتشار كورونا إذا ما استمرت وتيرة الارتفاع في عدد الإصابات؟ حضرتك وزي ما قلت لحضرتك تاني بأكد، هو دي برضه نقطة مهمة جدا والسؤال مطروح، يعني حضرتك بتطرحلي سؤال يعكس الرأي العام، هذا بيدرس جيدا، وإذا احتاج الأمر أي شيء من هذه المراحل هيدرس ويعلن في وقتها إن شاء الله. إن شاء الله. طيب دكتور تاج، على الجانب الآخر هناك توجيهات من الحكومة والقيادة السياسية بمنع التكدسات في المصالح الحكومية وفي الأعمال حتى إن كانت أعمال وشركات في القطاع الخاص. هل هناك أي شكل من أشكال التعاون أو التنسيق تحديدا مع شركات القطاع الخاص أو الأعمال الخاصة للتساهل بشكل أكبر يعني في التعامل مع حالات الاشتباه في الكورونا؟ سمعنا كتير من مواطنين أن بيكون عندهم اشتباه في الكورونا، وهناك منهم من لا يستطيع عمل المسحة أو البي سي آر لتأكيد إصابته بالكورونا، ولكن شركات القطاع الخاص تحديدا بترفض ان حد ياخد اجازه لو عنده اشتباه كورونا الا لو جاب بي سي ار بوزيتيف، وبناء عليه الناس بتضطر عشان ما يتمش خصم اليوم الغياب من مرتب في نهايه الشهر، بيضطروا في بعض الاحيان ان هم ينزلوا عشان يحافظوا على مرتبهم. هل في نوع من التنسيق مع أصحاب الأعمال الخاصة إن يكون في نوع من التساهل أكتر عشان الناس اللي عندها اشتباه ما تنقلش المرض لزمايلهم في العمل؟ والله يا فندم دي نقطة في منتهى الأهمية ويجب أن تحترم تماما، حتى لو الشخص أو الموظف أو العامل أو في إحدى شركات القطاع الخاص أو حتى الحكومة، الحقيقة فيها جهات أيضا حكومية بتريد التأكيد بالبي سي آر. حضرتك مش كل البي سي آر بيطلع بوزيتيف. مظبوط. لكن عندنا اشتباه إكلينيكي حتى لو هي انفلونزا عاديه. يعني ما هو احنا قلنا دلوقتي ان المتحور الجديد بيدي اعراض تشابه تماما الانفلونزا العاديه. بالظبط. مظبوط. في كثير من الاحيان. عايز اقول ان الاثنين امراض فيروسيه. والاثنين امراض معديه. وانا لسه كنت بقول ده بيعدي 3 4 وده بيعدي 14. فيجب ان نحترم هذا الموضوع حفاظا على الصحه العامه وحفاظا على المواطنين. يعني انا ناس بتكلمني او حرارته 39 وعنده برد عادي فعلا وعمال يكح ويعطس والكلام ده كله، والتانيين يقولوا لا ده احنا ده برد عادي ما تيجي الشغل. ما ينفعش. مظبوط. ما ينفعش. يعني حضرتك بتنادي بنقطه في منتهى الاهميه، البرد العادي لازم يحترم. يا جماعه البرد العادي او الانفلونزا العاديه قد يكون ليها مشاكل وتداعيات تشابه واكثر من الاصابه بفيروس كورونا، واللي هيصاب بالبرد العادي مناعته هتقل فهيكون اكثر عرضه لاستقبال فيروس كورونا. غير انه ما زال في وفيات يا فندم حول العالم اصلا من الانفلونزا العاديه. يا فندم كل سنه قبل موضوع كورونا تماما اقول لحضرتك رقم يمكن ما تصدقهوش، الوفيات التي رصدت التي ترصد سنويا نتيجه الانفلونزا الموسميه في العالم 500,000 حاله. الوفيات يعني نص مليون بني ادم بيموتوا كل سنه نتيجه لتداعيات الانفلونزا العاديه، اللي هي مشاكلها قد تتشابه تماما مع مشاكل، بس لان العدد مش ضخم قوي، لان مش وباء الناس ما يا عم انت عندك انفلونزا انزل الشغل، او مدرس عنده انفلونزا لا روح ادي الدرس بتاعك او ادي المحاضره بتاعتك. غلط. يبقى نضم صوتنا لصوت حضرتك يا فندم ونخاطب أصحاب الأعمال، يا جماعة أرجوكم اكتفوا بالأعراض الإكلينيكية للمواطنين عشان تدوهم أجازة وما تخصموش من مرتباتهم لو غابوا نتيجة هذه الأعراض الإكلينيكية. مظبوط كده يا فندم؟ أصحاب الأعمال أو أي حد، يعني هو مش ضروري صاحب العمل يكون هو المسؤول عن هذا، لكن المسؤول عن الملف الطبي أو الإداري المباشر يعني لازم يحترم شكوى المريض، حتى لو طلع من كل 10 واحد او 2 بيدعوا المرض، لكن اضمن وارحم ووقائيا ان نديله فرصه او 3 4 ايام في البيت
عشان ما يعديش حد. طبعا يا فندم بركز كمان على نقطه حضرتك ذكرتها وهي في غايه الاهميه، وانه ما فيش برد مروحه وبرد دفايه. دلوقتي اللي عنده اي اعراض اكلينيكيه زي ما حضرتك تحدثت يا فندم يلتزم المنزل، لان الاعراض مشابهه الى حد كبير جدا المتحور متحور اوميكرون وايضا الانفلونزا الموسميه.